الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية برحب بمعالي الوزير دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اللي مشرفنا النهاردة في النادي الأهلي، وبنرحب بكل الأساتذة المسؤولين عن بنك المعرفة وبكل القيادات التعليمية اللي موجودة معانا في هذا المؤتمر. كمان بنرحب بالسادة الصحفيين والإعلاميين اللي بيشاركونا أيضا في مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون بين النادي الأهلي ووزارة التربية والتعليم متمثلة في بنك المعرفة. احنا طبعا سعداء جدا بتوقيع بروتوكول التعاون مع بنك المعرفة، اللي هو واحد من أهم وأكبر المشروعات التعليمية والثقافية في مصر، واللي هيكون إن شاء الله يعني ليه دور كبير بإذن الله في إصلاح نظام التعليم الحالي باستخدام أحدث التكنولوجيا في العملية التعليمية. وهنا أيضا عايز أتوقف مع حضراتكم عند حاجة مهمة جدا، وهي دور الأندية. الأندية المفهوم العام، الأندية أندية رياضية، ولكن دور الأندية مش رياضة بس. الأندية لازم يكون ليها دور تاني، ودور مهم جدا تجاه المجتمع، وده دور أسمى بكتير. مش بس تربية النشأ، مش بس ممارسة الرياضة والمشاركة في المسابقات، لا، لازم الأندية تشارك في مجالات تانية. ويمكن احنا في النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين بدأنا بعض الخطوات الفعلية في هذا الاتجاه. كان عندنا موضوع فيروس سي مثلا، يعني بعض المواضيع كده كمثال النادي الأهلي كان ليه دور كبير فيها الفترة اللي فاتت دي. موضوع فيروس سي وعلاج عدد كبير جدا من المرضى سواء من أعضاء النادي أو من خارج النادي. كمان مساندة مستشفى بهية والدور الكبير اللي بتقوم بيه في علاج سرطان الثدي. حملات التوعية لمرضى السكر ومضاعفاته. تكريم المبدعين والمتفوقين علميا من ولادنا في كل المراحل العلمية، مش بس ولادنا وكمان روادنا عملنا هذا الدور. تكريم أبطال حرب أكتوبر، ده طبعا غير الندوات الثقافية والدينية والفنية. لازم كلنا يا جماعة نساهم في بناء المجتمع، مجتمع صحي متعلم ومثقف، ولازم نساعد في رفع العبء عن الدولة. الدولة عندها أعباء كبيرة، لازم احنا كمان كأندية يكون لنا دور، لأن الدولة عندها مسؤوليات تانية كتير جدا. من الأدوار المجتمعية المهمة لينا في النادي الأهلي هو ازاي ننمي فكر ولادنا، ده من الأهداف اللي عندنا الكبيرة جدا. ازاي ننمي فكر ولادنا، ازاي نطور أدائهم الثقافي، ازاي نرفع مستواهم العلمي، ازاي نرفع مستواهم العلمي. عشان كل ده احنا موجودين النهارده وبتشريف معالي الوزير علشان نوقع هذا البروتوكول ونحدد اليات التعاون هتكون ازاي باذن الله. اليات التعاون زي ايه؟ اول حاجه مكتبه النادي الاهلي لازم يتم تزويدها بمعلومات وبالكتب الرياضيه والمراجع العلميه من خلال بنك المعرفه. في تفكير يكون عندنا معارض مثلا علمية بالتعاون بيننا وبين بنك المعرفة. بنفكر كمان يكون تكريم الموهوبين والمبدعين من ولادنا. يكون التكريم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة. الأفكار كتيرة عشان ولادنا ومستقبل ولادنا. أنا الحقيقة مش عايز أطول على حضراتكم، ولكن الفكرة إحنا مهتمين جدا جدا بهذا الأمر للأهداف اللي أنا قلت لحضراتكم عليها. بس قبل ما اختم يمكن عايز اشكر لجنه الشباب. النادي الاهلي من الحاجات المهمه اللي احنا كنا بنفكر فيها ازاي يكون لشبابنا دور فعال، لان هما دي القيادات اللي جايه، هو ده المستقبل بتاعنا، مستقبل بلدنا. عشان كده دور الشباب ده دور يعني مهم جدا. فانا بشكر لجنه الشباب الحقيقه، يعني الاولاد دول اتعملوا بيضربوا المثل في حب النادي الاهلي وخدمه ناديهم بدون مقابل وبحب يعني وكده بالحاح يعني. بنت في كذا مواقف قبل كده كتير جدا خلال السنه اللي فاتت. والحقيقه كمان بينفذوا كل المطلوب منهم في برنامج عائله الاهلي. بينفذوه وبزياده كمان. عشان كده انا عندي امل كبير جدا ان فعلا من الشباب ده هيكون في كوادر كبيره جدا موجوده ان شاء الله لخدمه النادي وخدمه المجتمع ان شاء الله. احنا بنراهن عليهم بيكونوا كوادر تليق بالنادي الاهلي في المستقبل. في النهايه كل الشكر مره ثانيه لمعالي الوزير الدكتور طارق الشوقي واستجابته الحقيقه لتوقيع
هذا البروتوكول، لأن النادي الأهلي أول مؤسسة غير تعليمية توقع هذا البروتوكول. عايز أشكر كمان كل الأساتذة والمدربين عن بنك المعرفة، وكل الشكر لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.